مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي الأول حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة استعراضا لرؤية الدولة المصرية. فإلى الملتقى. الفكرة نفسها ان احنا في موضوع الاستضافة مصر لمؤتمر المناخ بننفذ التوصيات اللي طلعت من جلاسكو، لكن مهم جدا ان احنا نضع المشروعات وما يتم لصالح المواطن في قلب عملية مش التفاوض المسار بتاع المؤتمر والتصدي لاثار تغير المناخ. النهارده واحنا بنتكلم في معهد التخطيط القومي مع دكتور اشرف العربي والساده الخبراء، كنا بنتكلم ازاي في اطار الحوار الوطني للمناخ اللي احنا اطلقناه امبارح ان احنا نسرع من وتيره اجراءات جمهوريه مصر العربيه للتصدي لاثار تغير المناخ، رغم ان انبعاثاتنا اقل من 1%، لكن الآثار هتيجي علينا كلنا، فيجب أن يكون هناك رفع للوعي للمواطن. 2، كلنا نبقى شركاء الجزء الأكاديمي والبحثي، الجزء الخاص بالمرأة الشباب، بحيث يبقى في خلال الفترة بتاعت استضافة مصر المؤتمر وبعدها في تغيير حقيقي للسلوك بتاع المواطن ليكون سلوكا إيجابيا وممارسات إيجابية للحفاظ على البيئة والتصدي لآثار تغير المناخ. احنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل ما نتقدم بملف الترشح يمكن سنة كان يعني في توجيهات بكيفية الاستعداد الجيد لهذا المؤتمر، وضع الأولويات المصرية والمشروعات الخاصة بالحكومة المصرية في إطار مؤتمر جلاسكو. بعد كده اجتمع معانا الحقيقة أكتر من مرة، ودلوقتي آخر توجيه إن احنا بنجتمع شهريا مع سيادة الرئيس، واللجنة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء بتجتمع كل أسبوعين لمتابعة كافة التفاصيل واستعداد شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء، واحنا كنا لسه هناك امبارح وان شاء الله هنبقى هناك على اخر الاسبوع مره اخرى. معهد التخطيط القومي الحقيقه يعني قضايا البيئه والتنميه المستدامه من القضايا الرئيسيه اللي احنا مهتمين بيها. احنا الحقيقه ده المؤتمر الدولي السادس للمعهد التخطيط القومي، المؤتمرات السابقه كلها كانت مرتبطه بالتنميه المستدامه، سواء التعليم والتنميه المستدامه، الزراعه، الصناعه، الطاقه، كلها قضايا التنميه المستدامه. المؤتمر الحالي هو التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. طبعا احنا مصر بتستعد لاستضافة المؤتمر الشركاء في اطار اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ اللي هتستضيفه مصر نيابة عن افريقيا في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. فاحنا الحقيقة في معهد التخطيط القومي منظمين عدد من الفعاليات وعندنا عدد من الدراسات والتقارير ان شاء الله اللي هتصدر تباعا في هذا الاطار. هذا المؤتمر الحقيقة كان فيه عدد كبير من الجلسات كلها أوراق مهمة جدا، سواء من معهد التخطيط أو من منظمة العمل الدولية أو ممثلين عن أفريقيا أو عن الدول الأوروبية كانوا موجودين معانا، مداخلات كانت مهمة جدا. وختام هذا المؤتمر مع معالي وزيرة البيئة اللي هي أطلقت بالأمس الحوار الوطني للتغيرات المناخية، فكان بالنسبة لنا الحقيقة ده مهم جدا. احنا شايفين كلنا اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية ومن الحكومة الحقيقة بكل أعضائها، لأن قضية التغيرات المناخية ما تخصش فقط وزارة البيئة، ولكنها يعني قضية يعني بتتقاطع مع كل الوزارات والجهات المعنية. فإن شاء الله بإذن الله هذا المؤتمر يكون مفيد وهيصدر إن شاء الله فعالياته قريبا ويكون خطوة من خطوات الإعداد الجيد لمؤتمر ناجح بإذن الله في شرم الشيخ.